ليه بتتكلمي مع أكرم بالشكل ده؟ فريدة، أنا مديرة المنتجع وأنا اللي عارفة أتصرف إزاي. بس هو عمل إيه علشان تكلميه بالطريقة دي؟ مالكيش دعوة. لا ليا، أنا اللي كنت ماسكة المنتجع ده قبلك وضيعتيه من إيدك. ورطت المنتجع في قضية تهريب كبيرة. مش هسألك مين ورطك ولا دخلتيه المنتجع إزاي، بس من هنا ورايح مالكيش دعوة بشغلي، مفهوم؟ أيوة يا خالد، موجود في المنتجع. فين؟ على البحر لوحدها؟ أنا نازل حالك.